السلام عليكم. النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا ونقطة موجودة جوه تيمز. هنتكلم على تيمز لايف ايفنت والميتنج والكولز الموجودين جوه تيمز. الاتنين دول حاجتين منفصلتين تماما. هما الاتنين ممكن حضرتك كلمة لايف تفتكر ان هما الاتنين حاجة واحدة، لان برضو الميتنج انا بدخل لايف وبدخل مع اونلاين مع حد، بس تعالوا نشوف بالظبط ايه الفرق. انا هنا لو دخلت على ان انا عايزه اكاري ميتنج، وبعدين عندي ثلاث انواع من الميتنج، يا اما ميتنج ناو، او لو دوست على الارو الصغير اللي هنا ده هيظهر لي كلمه سكادجول ميتنج او لايف ايفنت. الاثنين دول حاجتين منفصلتين، والخواص بتاعت كل واحده فيهم مختلفه تماما. اللي هو الاوبشن بتاع التيم لايف ايفنت ده انا ما اقدرش اكريته، لان اللي عنده الامكانيه ان هو يكريت الايميل ده يكريت الايفنت ده حد عنده لاينسز مش موجوده عندي انا في الاوفيس بتاع 365 كتيتشرز، او ممكن تكون مدرسه شرعيه يعني زي ما انتوا عاملين. هنا الماكسيمم سايز بتاع ده 10,000 حد يحضر معايا، وان السيشن ما تقدرش تتحمل اكتر من 4 ساعات. لكني في الميتنج اللي هو الميتنج العادي اللي انا بكريته كتيتشر مع الطلبه بتاعي، الماكسيمم ان انا ادخل له اللي يدخل عندي 250 حد يحضر. وكمان لو انا عايزه اعمل باوربوينت وفايل وسايز وكده ليها ليميت برضه. الجزء المهم واللي بيعمل مشكلة ان الشكل بتاع الشير في ده غير ده تماما. يعني هنا ده في الميتنج العادي اللي انا بكريته مع الطلبة بتوعي، كلمة من هنا لو قلت شير للديسكتوب هنشوفها مع بعض نقدر نعمل ايه. ده الفايل العادي، لكني اللايف ميتنج اللي هو محتاج لاينسز معينة اللي هو يقدر يشيل 10,000 items، صفحة الجوين بتطلع لك بعد كده بالشكل ده. بيبقى فيه شاشتين، الشاشة الأولانية دي الحاجة اللي حضرتك، وكلمة شير موجودة هنا، الشاشة الأولانية دي الحاجة اللي حضرتك المفروض تحطها وتحضر حالك هنا تماما، سواء هو ملف باوربوينت، صورة، فيديو. لو عايز تحط فيديو دوس من هنا، دي هتتقسم، حضر حالك هنا. وبعد كده هنشوف مع بعض ازاي ان احنا نبقى ندخل لايف. انا هنا في الجزء الاولاني اللي هو بتاع التيتشر اللي هو 250 واحد، هروح اقول له دخلت على الكالندر، دوست على شير، هيطلع لي جوين ناو بالمنظر ده، هروح دايس عليها هتفتح لي الصفحة دي. انا كده دخلت جوين. انا عايزه اشير الديسكتوب بتاعي، فمفيش مشاكل، هدوس على علامه السهم ده هتفتح لي صفحه جديده. الصفحه دي هيقول لي فين بقى اللي انت عايزه تشيريه عشان الناس تشوفه. اي حاجه انا فاتحاها على الديسكتوب هتكون باينه هنا، جاست ان انا هختارها هتكون اوتوماتيك ظهرت عند الناس اللي بتحضر معايا السيشن. وما تنسوش ان انا ممكن اقفل الكاميرا وافتح المايك واسجل السيشن من الثلاثة نقط دول، هتلاقي فيهم ريكوردينج. زي ما انتم شايفين انا اخترت باوربوينت معين، يعني دايسه هنا فاوتوماتيك هي ظهرت هنا، وفي اي لحظه انا ممكن اعمل ايه ستوب شيرينج بالمنظر ده. طيب في اللايف بقى، اللايف احنا بنتعامل ازاي وبنشتغل ازاي مع بعض؟ في اللايف انا باجي الاقي كلمة شير، اول خطوة عندي اعملها ان انا هدوس على كلمة شير. يبقى انا اول لما ادخل واعمل جوين هيفتح لي الاتنين مربع ده او الاتنين ريكتانجل ده، علشان بقى ابدأ اشتغل نمبر 1 هدوس على كلمة شير. دوست على كلمة شير من هنا كده، دوست على كلمة شير هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي الحاجات اللي انا فاتحاها. طيب انا اللي انا فاتحاه دوت
هاجي اقول له ايه بقى، شايفين هو هنا انا كنت عايزة اعمل شير للباوربوينت بتاعتي، بعد ما دوستها، بعد ما دوستها هنا على كلمة شير، اللي انا اخترته هيظهر هنا. اللي هيحضر عند حضرتك السيشن مش هيشوف ده، مش هيشوف اصلا الباوربوينت دي خالص. لما تلود زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، هقول له send to live. send to live هتروح اوتوماتيك ظهرت هنا. طيب لما تظهر هنا بقى وخلاص كده بقت لايف، لا يبقى انا محتاجه ان انا اروح ادوس ايه ستارت. في اللحظه دي حضرتك هتبقى لايف وهتشوف انت عندك من هنا كم حد بيحضر لك، وممكن تعمل حاجات كتير قوي، ومن هنا ممكن تدخل معاهم في الشات وتتعامل جزء جزء. ده الفرق بين الميتنج، خلاص زي ما احنا قلنا ده الفرق بين ايه، بين تيم لايف ايفنتس والميتنج اند الكولز. شكرا.